انطلقت امبارح فعاليات معرض بينال الدولي اللي بتنظمه مكتبة الإسكندرية في دورته ال11 بعنوان كتاب الفنان. المعرض بيستهدف تقديم الإبداعات الفنية بمختلف أنواعها، وبيشارك فيه 17 فنان وفنانة من مصر بجانب فنانين من دول مختلفة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المعرض من الأستاذ جمال حسني، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية. أستاذ جمال، صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ابرز الفعاليات الموجوده في هذا المعرض. هو معرض فني بس بيهتم بموضوع معين خاص جدا من انواع الفن. يمكن مسمى كتاب الفنان غريب شويه على اذان الكثيرين، ولكنه يعني نوع من انواع الفن زي التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي. فهو ببساطة اسمه بيوحي ان هو كتاب عمله فنان، وده موجود الى حد كبير بقاله فترة طويلة من الزمن، وان كان الناس ما بتاخدش بالها منها. يعني مثلا كتاب كليلة ودمنة اللي هو التراثي القديم، لو هو كتاب مكتوب بخط الايد وفيه صور ورسوم بتحكي تصور القصص اللي بيحكي عنها الكتاب، فده يعتبر كتاب فنان لانه هو بيجمع ما بين الخط والكتابة والحكاية والرسم والفن. فإلى حتى ده دلوقتي يعني ممكن نعتبر كتير من الكتب التراثية المذهبة واللي فيها رسوم دي كتب فنان. طبعا الموضوع تطور جدا مع تطور التقنيات والفنون، دلوقتي ان احنا بنوصل ان الفنانين بتاخد قصة زي مثلا ألف ليلة وليلة وبتعمل عليها لوحات وبتتضمن فيها بعض الكتابات او ما تتضمنش. يعني مش شرط ان كتاب الفنان يبقى فيه كتابة، ولكن اي حاجة ده منطلق تفكيرنا احنا ورؤيتنا لهذا الهدف في مكتبة، ان اي حاجة اي عمل فني بيتضمن ان هو بيحكي حدوتة او بيقول بيستخدم السرد في حكي لقصة معينة او موضوع معين بشكل متتالية بنعتبره كتاب فنان. كتاب فنان زي مثلا قصة مصورة، صور فوتوغرافية او مرسومة، ده بنعتبره ان هو كتاب عمله فنان. طيب عدد الفنانين المشاركين في المعرض كام يا فندم؟ الحقيقة هقول لحضرتك ان احنا يعني احنا قبل ما طلعنا البيان الصحفي كانوا 17، دلوقتي بقوا 22 فنان مصري، وفي فنانة إيطالية وفنان أردني وفنان بلجيكي وفنانين برضو من دول تانية. في جهة واحدة من فرنسا دار نشر متخصصة في إصدار هذا النوع من الكتب الفنان، مقدم لنا 25 كتاب من جنسيات لفنانين من جنسيات أوروبية مختلفة. ففي فنانين كتير جدا من خلفيات دولية. وإيه الأعمال المميزة اللي قدموها الفنانين من الجنسيات المختلفة يا فندم؟ يعني عايزين نعرف كده، الفن دايما هو اللغة المشتركة بين الـ يعني الشعوب كلها، ومش بتبقى محتاج ان انت تتكلم لغة الشخص عشان توصل له فنك، وده الجميل. فإيه أبرز الأعمال او إيه الأعمال المختلفة اللي لقت خليني أقول استحسان خلال المعرض بين الفنانين الأجانب؟ الحقيقة السنة دي برضو كان في تنوع كبير، وكان عندنا عرض أول مرة نستضيف أعمال لفنانين من التشيك، ودي كانت حاجة جميلة جدا لأن برضو بيدل على أن العلاقات والتعاون الدولي مع ثقافيا بيجيب نتيجة كويسة. احنا تعاوننا مع المكتب الثقافي التشيكي في سفارة التشيك في القاهرة، والحقيقة أمدونا من جامعة واسلوفينيا في براغ هناك ثلاث فنانات قدموا، كل واحدة منهم قدمت ثلاث كتب معمولين تقنية كتاب الفنان رائع الجمال. يعني الكتاب بيبقى كتاب أكورديون بيتفرد، كتاب عادي ماسكينه بيتفرد، الورق بيتفرد كله، فبتحكي حدوتة كبيرة جدا فيها قصة وفيها كتابة وفيها تخريم. يعني ممكن حضرتك تلاقي الورق نفسه عامل زي الدانتيلا وفي الاخر بيحكي حكايه معينه وفيه رسوم وبارزه وغائر وكله. ففي مستويات كثيره جدا جدا حقيقه ابهرتنا، وما كانتش النوع ده هو بيتعرض قبل كده هوت، يعني ما جالناش في البينالي. دي من الحاجات المميزه اللي ظهرت جديده السنه دي، وان كان في فنانين كتير جدا قدموا حاجات ثانيه مختلفه وكانت برضو جميله. يعني الفنانين المصريين برضو قدموا تصوير وحاجات مجسمه فعلا كانت مبهره. والسنه دي بالذات كمان كان عندنا
تكريم خاص لروح الفنان حازم المستكاوي اللي هو فنان مصري يعني أثرى الحركه الفنيه المصريه باعماله المميزه اللي كانت مرتبطه جدا بهذا النوع من الفن، وعملنا له كورنر مخصوص علشان نوري فيه الابداع بتاعه للناس اللي ما تعرفوش. طيب استاذ جمال، المعرض بيفتح الساعه كام كل يوم؟ مستمر لحد امتى؟ ولو في فعاليات مختلفه في حفل الختام؟ احنا بيبقى موجود من 9 ل 5 يوميا. تمام. بعد يوم الجمعه الاجازه قاعه العرض مش موجوده. واحنا فتحنا امبارح يوم 4 سبتمبر ومستمر لحد يوم 24 اخر يوم عرض. واي حد يعني يشرفنا يتفضل يزور، ولو في اي تساؤلات بنقدر نجاوب عليها واحنا موجودين. الناس المسؤولين عن المعارض بيرحبوا ان هم يعملوا سبيشال تور للزوار. جميل جدا. حفل الختام بقى في فعاليات مختلفه مثلا؟ لا، هو مش حفل ختام بمعنى تقليدي، ولكن لا، هو المعرض مفتوح للجمهور. ختام المعرض. شكرا لحضرتك الأستاذ جمال حسني، مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية.